طلع موضوع اللي هيساعدنا الفكتورز اللي هو المتجهات. طبعا هذا الموضوع من خلال اللي راح نقدر يعني لازم نفهمه ونفهم شنو يعني فكتور حتى نقدر ندخل على الجرين ثيورم. الفكتورز طلاب اللي هي المتجهات ممكن تنكتب هالشكل، ونسميها الرو فيكتور لان مكتوب على شكل الصف. ممكن تكون الكولوم فيكتور لانه راح تكون بهالشكل هذا العمودي. زين شنو يعني متجهات؟ احنا نعرف المحاور مالتنا الاحداثيات. طلع بس انا شنو عندنا؟ عندنا المحاور مالتنا اللي هي الاحداثيات العاديه اللي هي الاكس والواي والزد. زين هذا محور عندنا وهذا وهذا. زين هذا محور الاكس وهذا محور الواي وهذا محور الزد. الفكتور هنا اللي هو المتجه، الفكتور هنا اللي هو عباره عن لاين، مجرد خط بين نقطتين. يعني ممكن عندنا هاي نقطه، مجرد نقطه يعني احداثية 1 2 3 4 5 6 اي شيء. المهم عنده نقطتين، بدل ما يكونوا مجرد نقطتين بال يعني بالسبيس او ضمن هاي الدايمنشن، ممكن نسوي لهم فيكتور. الفيكتور يعني متجه، نعطيهم اتجاه معين. زين طبعا عندنا نقطة بداية وعندنا نقطة نهاية. هاي النقاط اي وبي من يصيرون على شكل متجه راح ينكتبون بهالشكل هذا اي وبي، وفوقه هذا الخط، معناته هذا عندنا متجه. زين بدون طبعا هاي العلامتين، مال يعني مجرد اي وبي بهالشكل هذا، اي وبي بهالشكل هذا معناتها فيكتور. اذا عدنا نقطتين واستخرجت الفيكتور ينكتب بهالشكل هذا. زين الفيكتور طلاب عندنا ثلاث، اول شيء عندنا ثلاث انواع او ثلاث يعني متجهات رئيسيه واساسيه راح نتعامل وياهن، اللي هي هذولي اللي هم الاي والجي والكي. طلاب هسه كل محور من المحاور راح يكون عليه يونت فيكتور خاص بي. هسه راح نعرف شنو يعني اليونت فيكتور وشنو الفرق عن الفيكتور. زين هسه عندنا بالسبيس قلنا عندنا اكثر من نقطه، مثلا عندنا هنا راح تكون عندنا نقطه، هاي النقطه الاحداثي مالتها هو اكس 1 واي 1 زد 1، هاي نقطه. وهنا عندنا نقطة، هاي طبعا بي 1 وهاي بي 2، هي اكس 2 واي 2 بزد 2. زين هذول نقطتين، هاي نقطة وهاي نقطة، ايش قلنا نجد بيناتهم متجه فيكتور. شلون راح نجد هذا المتجه؟ راح نقول الفي، هذا الفي هو رمز المتجه اللي احنا راح نشتغل عليه. ايش راح يكون عندنا النقطة هاي اللي اريد احسب؟ هاي طبعا النقطة اللي عندنا نقطة الانيشيال وهاي النقطة الفاينل، فالاحداثيات مالت النقطة الثانية ناقص الاحداثيات مال النقطة الاولى، هي هاي معنات الفيكتور. احداثيات هاي النقطة ناقص احداثيات هاي النقطة، يعني ايش راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا اكس 2 ناقص اكس 1 ونخلي يمها شيء اسمه اي، هسه نعرف شنو يعني اي، زائد الواي 2 ناقص الواي 1 جي، زائد الزد 2 ناقصا الزد 1 كي. اذا هسه ايش راح نقول؟ احداثيات النقطه الثانيه يعني الاكس مال النقطه الثانيه ناقص الاكس مال النقطه الاولى، والواي مال النقطه الثانيه ناقص الواي مال النقطه الاولى، والزد مال النقطه الثانيه ناقص الزد مال النقطه الاولى. الاكس دائما نخلي يمها اي لان هو خاص بمحور الاكس، هسه نشرحها، والواي دائما يمها جي، والزد دائما يمها كي، يعني هاي ما يقبل النقاش. الاي ويا الاكس، والجي الاكس دائما نخلي يمها اي، والواي نحط يمها جي، والزد نحط يمها كي. هسه نوصل راح نعرف شنو يعني هذين الاي والجي والكي. زين عندنا شيء هسه، هذا شو نسميه؟ هذا نسميه فيكتور. الفيكتور طلاب، الفيكتور ايش راح يكون اله؟ اله ماجنيتيود، إلى قيمة، وإلى اتجاه. زين الماجنتيود مالته هذا شلون راح نستخرجه؟ الماجنتيود راح نستخرجه ناخذ هاي العلامة مال المطلق، بس هاي بالمتجهات ما نسميها مطلق، لا معناتها ماجنتيود. زين فهاي العلامة
من نشوفها معناتها قصده يريد الماجنتيود مال هذا الفكتر. زين، شلون راح نجد الماجنتيود؟ راح نخلي عليها العلامة وراح نخلي تحت الجذر ناخذ هاي القيمة بدون متجه، بدون اي وبدون جي وبدون كي، ناخذها بس هي ونخليها تربيع. يعني نقول اكس 2 ناقص اكس 1 تربيع زائد واي 2 ناقص واي 1 تربيع زائد زد 2 ناقص زد 1 تربيع. واضح؟ هذا شو نسميه؟ هذا نسميه الماجنتيود او اللينث مالت الفكتر. شلون نستخرجه؟ راح ناخذ هذني اللي هنا الارقام اللي طلعن له بس بدون ما نخلي الاي والجي والكي، لان هو الماجنتيود بدون متجه، واللي والاي والجي والكي يعني متجه. واضح؟ هذا القانون اللي نستخرجه للفي كماجنتيود. هاي العلامه مال مطلق معناتها ماجنتيود. زين، هسه لو جينا خلنا مثال، شوف هذا المثال شي يقول لنا حتى نعرف شو قصده. هنا شي يقول، يقول find جد الكومبوننت فورم. الكومبوننت فورم، الكومبوننت فورم يعني هذا اللي نقول اللي بي اي و جي اوكي، يعني هو هذا. ويريد اللينث، احنا قلنا الماجنتيود او اللينث نستخدم لهذا القانون. يريد اللينث مالت الفكتر ومنطينا هاي الانيشال بوينت وهاي التيرمينال او الفاينال بوينت. الانيشال بوينت طلاب معناتها هاي النقطة اللي هي الاحداث مالتها اكس 1 اكس 2 والواي، العفو الاكس 1 والواي 1 والزد 1. الانيشال بوينت معناتها البي 1 نقطة البداية، ويقول التيرمينال بوينت او الفاينال بوينت ذن اثنيناتهم معناتها هو البي 2. واحنا اتفقنا قانوننا دائما يبدو من التو ناقص عن الوان. زين، هسه نجي الانيشال بوينت او نقطة البداية اللي هي البي 1. خلينا نقول البي منطيها هي سالب 3 بأربعة بواحد. زين، الفاينل بوينت او الـ او التيرمينال بوينت اللي نسميها كيو، مو شرط بي 2، هاي مجرد تسمية مال النقاط، سالب 5 ب 2 وهنا عندنا ايضا 2. زين، هسه نجي ل في. من يقول اريد الكومبوننت فورم يعني الفي، ايش قلنا؟ قلنا هاي اكس 2 هاي واي 2 هاي زد 2. هاي شنو؟ اكس 1 هذا، واي 1 هذا، زد 1. فاحنا شنو القانون مالتهم اللي راح نطبقه؟ راح يكون هذا ناقص هذا. زين، هسه نجي الاكس 2 ناقص اكس 1، هذا القانون راح نطبقه. الاكس 2 ناقص اكس 1 راح يصير سالب 5، زين، ناقص ناقص 3 راح يكون سالب 5 ناقص سالب 3 اي. بعدين نقول زائد 2 ناقص 4 جي. بعدين نقول زائد 2 ناقص 1 كي. زين، هاي شلون سويتها؟ هذا اللي هو الاكس ناقص هذا جماعه الاكس. بعدين نجي جماعه الواي، هذا ناقص هذا. بعدين نجي جماعه الزد، هاي ناقص هاي. واضح؟ بينات هنا علامه ناقص. زين، هسه نقصت، ايش راح يطلع لنا هنا؟ سالب 5 زائد هاي راح تصير زائد 3، فراح يصير عندنا سالب 2 اي. وهنا عندنا 2 ناقص 4 راح يصير سالب 2 جي. وهنا عندنا 2 ناقص 1 راح يصير زائد 1 كي، يعني زائد كي. هسه هاي طلعناها، هاي شنو؟ هاي الكومبوننت فورم. نجي بعد شنو عندنا؟ عندنا الفكتر يريد من عندنا اللينث او الماجنتيود، نفس الشيء اللينث او الماجنتيود. ايش قلنا؟ قلنا راح ناخذ هذا الرمز اللي هو هذا مجرد في، وش نسوي؟ نقول اكس 2 ناقص اكس 1 تربيع زائد واي 2 ناقص واي 1 تربيع زائد زد 2 ناقص زد 1 تربيع. انا هذني انا طلعتهن، خلنا نرجع ضل الحين مرتي الثانيه. فراح اخذ هاي اللي هي سالب 2 تربيع زائد سالب 2 تربيع زائد 1 تربيع. ناخذ هذني اليم الاي والجي والكي بدون ما اخذ الاي والجي والكي. هسه اذا نجمع احنا نطلعهم تحت الجذر، راح يصير جذر تحت جذر 9 ويساوي لنا 3. زين، هاي شنو هسه؟ هذا عندنا الفكتر. عرفنا شلون نطلع الفكتر اللي هو الكومبوننت فورم، وشلون نطلع الماجنتيود او اللينث مالته لو كان عندنا نقطتين. زين، الفكتر طبعا طلاب إلى خواص،
أول خاصية هي خاصية الأديشن، يعني لو انطاني فيكتورين، يعني انطاني بالسؤال فيكتور جاهز ويا فيكتور ثاني وقال انطيني الجمع مالتهم، فش راح نجمع؟ راح نجمع الأحداث اللي يعني اليم الكومبوننت اي بالفيكتور يو، يعني راح نجمع كل واحدة ويا النظير مالتها، اليو 1 ويا الفي 1 واليو 2 ويا الفي 2 واليو 3 ويا الفي 3. هسه راح نشوف بالمثال شنو معناته. والخاصية الثانية اللي هي كلش مهمة اللي هي السكالر مولتبليكيشن. طبعا هاي السكالر مولتبليكيشن احنا شرحناها هم بالمصفوفات قبل، وقلنا اذا عندنا فد رقم سكالر مضروب بالمصفوفة راح يدخل على كل عنصر موجود بالمصفوفة بالأعمدة مالتها أو بالصفوف مالتها. هنا السكالر مولتبليكيشن راح يدخل على كل يعني كل واحدة من كل رقم من الأرقام الموجود بها الفيكتور، يعني إذا عندنا متجه الآي والجي والكي أي قيمة يمه راح ومضروب هو بسكالر راح ندخل السكالر عليه. هذان الخاصيتين اللي هي الأدشن والسكالر مولتبليكيشن اثنيناتهم راح ناخذ عنهم أمثلة حتى نفهمهم. هسه هنا شنو منطينا؟ منطينا فيكتور اللي هو اليو، منطينا فيكتور ثاني الفي، وقال جد 2 يو زائد 3 في، بعدين يو ناقص في، بعدين الماجنتيود مال النص مضروب في اليو. خلينا نشوف شو راح نحله. هسه شنو عندنا؟ عندنا اليو منطيني اياه، هذا اليو شنو منطيني بيه؟ اليو منطيني اللي هو منطيني سالب اي، يعني سالب واحد زائد ثلاثة جي زائد كي، والفي شنو منطيني اياها؟ منطيها اربعة اي زائد سبعة جي زائد صفر كي، يعني هذا ما موجود صفر كي. يعني بالمناسبة طلاب ممكن يعطيك سؤال بس سبعة اي زائد العفو اربعة اي زائد سبعة جي وهنا يسكت ما موجود، معناتها صفر. اذا انطاك الى قيمه هنا معناتها صفر، وهاي هذا الفكتور صفر وهذا الفكتور الى قيمه. زين هذا نجي شنو المطلوب من عندنا؟ اول شيء مطلوب من عندنا يقول اردك تجد ال2 يو زائد ال3 في. زين انا اول نقطه راح اسويها لازم اجد له ال2 يو، اقول له لازم اقول 2 في اجيب اليو اللي هو سالب اي زائد 3 جي زائد كي. قلنا هاي السكالر مولتبليكيشن معناته هذا راح يدخل على كل واحدة موجودة هنا، فش راح يصير عندنا سالب 2 اي زائد 6 جي زائد 2 كي. زين هسه شو نسوي؟ هسه راح ناخذ ال 3 في. زين ثاني الشغل لازم اطلع ثلاثة في الفي، ثلاثة في اجيب الفي اللي هو عبارة عن الاربعة اي زائد سبعة جي زائد صفر كي، ويساوي 12 اي زائد 21 جي زائد صفر كي. اوكي هسه ورا ما طلعت الاثنين يو والثلاثة في، هسه اروح ارجع للنقطة اقول ال 2 يو زائد ال 3 في يساوي 2 يو اجيبها انزلها اللي هي شنو؟ سالب 2 اي زائد 6 جي زائد 2 كي هاي زائد 12 اي زائد 21 جي زائد 0 كي. هسه الجمع شو راح يصير؟ جمعت الاي جماعة الاي ويا جماعة الاي، جماعة الجي ويا جماعة الجي، جماعة الكي ويا جماعة الكي، كل وحدة واللي يشبهها، ما اجي اجيب اي على جي واجيب كل وحدة ويا اللي يشبهها. زين هسه ايش عندنا هنا؟ عندنا سالب 2 اي ويا 12 اي، يعني كأنما اقول 12 ناقص 2 فصير 10 اي زائد جماعة الجي ويا جماعة الجي اجمعهم، مش راح يصير عندي ستة واحد وعشرين، راح يصير سبعة وعشرين جي زائد طبعا الكي ما راح يكون الها يعني صفر فراح تنزل اثنين كي. هسه هاي طلعتها واضح؟ يعني هسه احنا هنا ايش سوينا؟ اول شي عرفنا خاصية السكالر مولتبليكيشن شنو، يعني اذا اضرب فيكتور اضربه
بفت قيمة سكالر شلون نتعامل وياه، وبنفس الوقت عرفت إذا عدنا جمع، إذا عدي جمع فد فيكتور ويا فيكتور معناته آخذ جماعة الآي ويا جماعة الآي فقط، وجماعة الجي ويا جماعة الجي فقط، وجماعة الكي ويا جماعة الكي فقط، ما أجيب من يمي، يعني ما يصير أجيب من الآي ويا الجي، لازم نعرف إنه الآي ويا الآي وبس، والجي ويا الجي وبس، والكي ويا الكي وبس بالجمع. زين، الشغلة الثانية طالبها من عندنا هي اليو ناقص الفي. زين، نجيب اليو، وين هي اليو؟ هاي اللي هو سالب اي زائد 3 جي زائد كي ناقص 4 اي زائد 7 جي زائد 0 كي. اوكي، هسه شو راح نسوي؟ نتعامل ويا السالب مثل ما تعاملنا ويا الموجب، الفرق بالإشارة، يعني راح يصير سالب اي زائد 3 جي زائد كي ناقص، ادخلها هاي يصير 4 اي، وادخلها على هاي يصير ناقص 7 جي ناقص 0 كي. هسه مجرد راح نطرح سالب وسالب راح يصير ناقص 5 اي زائد 3 ناقص 7، هاي العفو ناصير سالب 4 جي، واما بالنسبة لكي راح تبقى لان ما راح يكون وياها شيء، واحد. زين، سالب 5 سالب 4 كي. زين، هسه نجي اخر شي طالبة اللي هو الماجنتيود مال نص يو، فلازم نسوي، لازم اول شي نستخرج النص في اليو ويساوي. هسه هذا شنو المثال؟ عندنا السكيلر ملتبليكيشن، عندها قيمة قيمة سكيلر مضروبة باليو، فراح تصير نص في اليو اللي هو سالب اي زائد 3 جي زائد كي، ويساوي لنا سالب نص اي زائد 3 على 2 جي زائد 3 على 2 كي. هسه هذا اللي طلعت لي اللي هي سالب نص 3 على 2، عفوا هاي 1 على 2. هسه شنو قلنا معنات السكيلر؟ معناتها نص اليو شناخذ؟ ناخذ هذا اللي يم الاي تربيع، واللي يم الجي تربيع، واللي يم الكي تربيع. نقول تحت الجذر القيمة اللي يم الاي اللي هي سالب نص اخليها تربيع، زائد القيمة اللي يم الجي اللي هي 3 على 2 اخلي لها تربيع، زائد القيمة اللي يم الكي اللي هي نص اخلي لها تربيع، اجمعهم هذول كلهم فيطلع عندنا نص جذر 11. زين طلاب، اكو شغلة بعد، انه هاي الفكتور من يطلع هيجي ممكن نكتبه كطريقة كتابة، يعني ممكن نقول اليو ناقص في، شلون راح نكتبه؟ إذا نريد نكتبه بحيث نرفع الآي والجي والكي، ناخذ فقط المقدار ونخلي بيناتهم فارز، يعني هيجي سالب بسالب بواحد هيجي، يعني هو يبقى هذا آي وجي وكي، بس هاي طريقة كتابة ثانية، ممكن هيجي ممكن هيجي. نفس الحالة هنا ممكن نكتبها 10 27 باثنين، هيك مجرد بفارزة، واضح؟ أي شي بي آي وجي وكي ممكن بدل ما ينكتب هيجي أكتبه سالب نص بفارزة، وثلاثة على اثنين بفارزة، وبعدها نص مرتي ثانية هي وأقفلها. فتلقائيا أنت من تشوف هيجي تعرف إنه هذا قصده للآي، وهذا قصده للجي، وهذا قصده للكي. هنا عندنا بعض الخصائص اللي هي البروبرتيز للفيكتور اوبريشن بصورة عامة. عندنا اذا عندنا السكيلر اللي احنا مو قلنا سكيلر ملتبليكيشن، اذا كان هذا السكيلر قيمته زيرو فمباشرة الناتج مالتنا زيرو، ماكو داعي يعني ندخل او نشوف له. اذا كان عندنا اديشن جمع ويا زيرو فراح يرجع الفيكتور نفسه. زين، اليو زائد في هو نفس الفي زائد يو، عملية ابدالية. إذا كان عندنا يو زائد في زائد فيكتور ثالث ممكن نجمع هذول الاثنين ونطلع هذا بالرقم، ماكو مشكلة. اليو زائد سالب اليو، يعني إذا عندنا نفس القيم بس إشارات مختلفة راح يصير صفر. إذا الملتبليكيشن يعني بالسكالر ملتبليكيشن، إذا كان قيمة مالت هاي السكالر واحد فالنتيجة راح يرجع الفيكتور نفسه.